السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريب. هنتعرف النهارده إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان الحاسب الآلي محافظة الشرقية العام الدراسي 2024 الترم الأول. يلا بينا. هنا السؤال الأول أهو بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ. توثيق البرنامج يعني التأكد من خلو البرنامج من الأخطاء، طبعا إجابة خاطئة لأن التوثيق عبارة عن كتابة أو تسجيل جميع الخطوات. أما التأكد من خلو البرنامج فده اختبار صحة البرنامج. طيب السؤال الثاني، إدراج أدوات التحكم تلقائيا على نافذة النموذج، يعني لما بنضغط عليها دبل كليك تمام أو الدبل أو النقر المزاوي بالزر الأيسر يكون عند الإحداث 0 و0. صح لحد هنا صح. في منتصف نافذة النموذج، لا هنا غلط بقى، يبقى الإجابة هنا غلط. ليه؟ لأن الإدراج مش بيكون في المنتصف. هنا قاعد عندي البرنامج اهوت، لو أنا عملت أي إدراج كده على البوتون دبل كليك مثلا وانزل تحت خالص كده اشوف اللوكيشن، ادي اللوكيشن اهو موقع الزر عند الاحداث 0 و0 تمام. بس هل هنا لما انا عملت له ادراج تلقائي هل اجى في المنتصف هنا؟ لا، يبقى هنا الاجابه ايه؟ خطا. السؤال الثالث، الاحداث والاجراءات الخاصه باي كائن في لغه الفيجوال يطلق عليها الخصائص البروبرتيز، طبعا غلط. هو بيقول احداث يعني ايفنت يعني فعل يقع الكائن يعني كليك، اما الخصائص فوصف للكائن. يمكن تغيير حجم أداة الليبل أو العنوان يدويا إذا كانت قيمة الأوتو سايز فولس، طبعا صح. يمكن استخدام أي شكل هندسي لتمثيل خطوات حل المشكلة، طبعا إيه خطأ. مجموعة من الأوامر والتعليمات التي نرغب في تنفيذها يطلق عليها الإجراءات أو بروسيدجرز. عند ضبط بعض خصائص نافذة النموذج فور فإنها تطبق على أدوات التحكم التي يتم وضعها على النموذج. طبعا أنا عندي الفونت والفور كلر. نقط عبارة عن إجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه عندما يقع الحدث المرتبط به، معالج الحدث Event Handler. نقط يحتوي على أدوات التحكم التي يمكن وضعها على نافذة النموذج، اللي بيحتوي على أدوات التحكم طبعا صندوق الأدوات التول بوكس. أداة التحكم التي يمكن استخدامها بحيث تسمح للمستخدم اختيار أكثر من بديل، طبعا صندوق الاختيار متعدد هو الشيك بوكس. السؤال الثالث، بيقول لي هنا عندك كود اهوت مستعينا بالكود، ايه هو اسم الاجراء؟ طبعا اسم الاجراء اللي بيجي بعد كلمه سب، هنا الاجراء اللي هو كلمه سب، يبقى اللي بيجي بعد كلمه سب اهوت، طبعا الاجراء بيكون مكون من اسم اداه التحكم زائد الحدث، يبقى هنا بوتون 1 اندرسكور كليك تمام. طيب سطر نهايه الاجراء، سطر نهايه الاجراء اهو اند سب. طيب الخاصية المستخدمة مع أداة التحكم ليبل، أدي ليبل هي أداة التحكم، بعدها استخدمنا إيه؟ تكست، خاصية التكست أو خاصية العنوان. طيب هنا بيقول اكتب المصطلح العلمي. تعرض قائمة بمجلدات وملفات ومشروعات، فيها مشروعات على طول مستعرض الحل أو اللي إحنا بنسميه سوليوشن اكسبلورر. سوليوشن Explorer. طيب الخاصية تستخدم مع أداة الليست لجعل العناصر مرتبة أم لا؟ sorted. خاصية sorted معرفة العناصر مرتبة أم لا. السؤال اللي بعده الرابع، بيقول لي يعني ارسم خريطة تدفق لطباعة مجموع، هنا ناخد بالنا هنا بيقول لي طباعة مجموع الأعداد وليس مجموع الأعداد الزوجية من 1 لـ10. طبعا من 1 لـ10 هنا مش الواحد مش زوجي، وبالتالي بناخد داخل النطاق، يعني هقول له ايه؟ من 1 إلى 10 هفترض ان هي هنا مش مديني متغير، هفترض ان هي اعداد ان. طيب اول ان بكام معاك؟ اول ان زوجيه ب2. طيب انت كل مره هتزود كام؟ هزود على الان 2، يبقى هقول له الان هيساوي ان القديمه زائد كل مره بزود كام؟ 2. طيب كده اعداد. طيب هنا عاوز مجموع، طب اول مجموع عندك بكام؟ الصم البدايه بكام؟ وانت عملت حاجه؟ لا، يبقى اول مجموعه بكام؟ بصفر. طيب بعد كده هيبقى الصم هيساوي الصم القديم زائد المتغير ان بتاعي. نيجي بقى لمرحله الرسم، هقول هنا ادي البدايه ستارت، طبعا هنا مفيش ريد لان هنا القيم معروفه، ادي ستارت. وبعدين هاجي هنا هقول له ابدا ارص المعادلات بتاعتي. اول حاجه انا هبدا من 2، في الحالة ديت المجموع بتاعي كان بصفر، يبقى الصم بيساوي 0. طيب
بعد كده هنا المعادلة التالتة، أنا هحط الأربع معادلات تحت بعض. طب يا ترى أحط المعادلة بتاعة الصم ولا معادلة الـ n؟ طبعا لو عملنا معادلة الـ n يبقى أنا بعمل معدل زيادة زيادة، يعني رقم زيادة، وبالتالي يبقى لازم هنا أحط الصم بيساوي صم زائد الـ n، وهنا أقول له n بيساوي n زائد 2 صم اللي هو طبعا تعريف المجموع، والـ n اللي هو أعداد أي رمز أنت عاوزه. طيب بعد ما خلصنا هنعملها أكنها مسألة أعداد عادية خالص. أنا آخر رقم كان كام؟ كان 10، أهو بيقول لي من 1 ل 10، فهسأله أنا وصلت ل 10 ولا لأ؟ أهو، هل الـ n أقل أو بتساوي 10؟ الـ n أقل، الـ n كانت ب 2، وبعدين هنا 2 زائد 2 بقت 4، هيجي يقول لي 4 أقل من أو يساوي 10؟ أقول له يس أقل، أقول لأ. طب ارجع تاني لأن أنا عاوز الإيه؟ مجموعهم كلهم. طب وهو راجع هيرجع ما بين الاثنين صم، ارجع هنا واروح جاي هنا. طيب لو افرض ان اي جت مثلا وقال لي 10، 10 بيساوي 10، يبقى هرجع تاني هيجي يقول لي 12، 12 اقل او بتساوي، هيقول لي نو. طب لما تبقى نو بقى واحد يقول لي ان ان ده ده انت لسه ما جبتش الحاجه الاساسيه اللي هو عاوزها، ده بيقول لك اطبع المجموع. يبقى هنا هقول له برنت، برنت صم. خلصت المسألة بتاعتي، اعمل كده هنا اكتب انت. طب واحد يقول لي والفرع التاني، الفرع التاني ايه؟ مكفول هو جوه الايه؟ اللوب او التكرار. تمام كده، ديت الخريطة بتاعت طباعة الاعداد الزوجية من 1 إلى 10. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.